المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. والمغرب قوي بوحدته الوطنية واجتماع وإجماع مكوناته حول مقدساته، وهو قوي بمؤسساته وطاقات وكفاءات أبنائه وعملهم على تنميته وتقدمه والدفاع عن وحدته واستقراره. كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة، وإيمانا بالمنا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد. فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال صناعة اللقاحات أو الأدوية والمواد الطبيعية الضرورية بالمغرب. ورغم كل هذا لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة، وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن. أنا ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فقط الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. شعبي العزيز، نختم هذه المناسبة المجيدة لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية والطرف الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وصيانة أمنه واستقراره. كما نستحضر بكل وفاء أرواح تضحيات أجدادنا الكرام وفي مقدمتهم جدنا موالينا المنعمان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني طيب الله ثراهما وكل شهداء الوطن أبرار. قال تعالى: إن يعلمي الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.